رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام حتى نكمل مشوارنا لهذا اليوم بعد ما شفنا آراء الناس بالطب البديل. اليوم ضيفنا خبير بالأعشاب، راح نتعرف عليه ونتعرف على هذا الطب البديل وهذا البحر اللي يحتاج لوقت جدا واسع حتى نتعرف على تفاصيل اكثر من خلال. حياك الله استاذ. اهلا وسهلا. شلون الصحه؟ بالبدايه قبل ما نسولف ونخوض هذا الحوار، اريد تعرف نفسك للمشاهدين، من حضرتك اليوم؟ انا معروف باسم الشيخ صاحب الربيعي. نعم، معروف على مستوى العراق كله والدول العربيه والاجنبيه. كخبير اعشاب. خبير اعشاب، طبيب اعشاب، عالم روحاني نفس الشيء. زين، اليوم لو اردنا نسولف على طب الاعشاب، شنو طب الاعشاب؟ طب الاعشاب مثل البحر، المواد اللي بيه كلش هوايه، اكثر من 4000 مواد ماده موجوده. زين. موجوده بداخل العراق وخارج العراق. الطب التجه لها لان اكو هوايه امراض ما قدر لها الطب العام، ده قدر لها الطب البديل. مثلا مرض السرطان اكو وصل الى مرحله الطب البديل، اللي هي اكو تركيبه من نوى المشمش ونوى الخوخ والمجموعه مال فيتامين بي 17 قامت تتكون. فطب البديل كلش لا يعني له فعاليه كلش قويه. اكو اشياء بالطب ما تصير، بس الطب البديل تصير. البديل ممكن تصير. اي اي، مثل التهابات مجاري اكو مهم بالطب ايش قد تراجع، هذا ما ترهم ما تصير يعني مزمنه، بينما الطب البديل تنقضي عليها. ممكن يقضي عليها الطب البديل؟ ممكن يقضي عليها. زين، اليوم تشوف يعني بصوره عامه بمجتمعنا العالم مثل ما نقول تؤمن بالطب البديل، تقدر تقول اكو ناس مثلا تقول اي الطب البديل مثلا راح يشفي لي كذا مرض او راح يوخر هذا المرض عنه او يقيني من هذا المرض. اي اكو هوايه صحيح. هسه كواني لزمت عده حالات سرطان، منهن واحده لسه عايش هو بالدجي اللي اسمه خضير. حاله سرطان؟ سرطان. حلو. وذاك هو موجود كل شهر اسوي له اني علاج، اجمع له الفيتامينات بي 17 واحط له اياه بعسل واعطيه اياه، وذاك هو موجود. زين، بينما سرطان ما تبقى اخطر مكان، كان بالمثانه. اها، يعني تدرر دم موجود. ها صار 3 سنين لعالجه. مستمر العلاج؟ مستمر وياي. اي مستمر. يوم اللي يقطع العلاج، بس هو ما يلتزم. هو اكو امراض لازم تلتزم بيها، مثلا هذا مرض الالتزام. التزام اهم شيء. زين، اللحوم الحمراء احنا واقعين لها دق، الصبح تلقيها قاعد ياكل لو كباب لو باكر، هذا كله ما تصير. زين، يعني الى فد مرحله الناس الغذاء مالهم غلط. مثلا ستة شايفة تطلع خطار، اول شيء يقدموا لك اكل بعدين يقدموا لك فواكه. هو المفروض ما يصير. ما يصير الفاكهه من الطب، من الطب يمكن. الفاكهه فوق الاكل تتخمر تصير غير شغله. اها، زين بالجسم. دائما اشوف واحد قاعد راسه يبوخ. زين، يعني اقل من الغذاء غلط. التغذيه، النظام التغذيه مالتنا غلط غلط. زين، اليوم اكو طب الاعشاب ما يعني ما شاء الله عندنا هواي، شلون نقدر نعرف انه هذا اللي يشتغل صحيح هاي وهذا اللي يشتغل غلط؟ هاي المشكله، شلون تعرف هذا صحيح شلون غلط؟ شلون العالم شلون تقدر تميز؟ على الشهره. انا ليش مختفي عن الاعلام؟ طلعت سنه 2004 بهالقناه، طلعت 3 ساعات ونص على الجو واختفيت. صار عندي برامج بكل القنوات وعندي حلقات بالنت باسم الشيخ صاحب ربيعي طبيب الاعشاب، بس انا اختفيت لان شفت يا دي يجي حط له شيء شين عسل وصار طبيب. انه هذا وخلاص، هذا هو صار مفهوم طب الاعشاب. تعال شوف المنصور حتى مسوي المحشي باسمي. لما رحت وين يا ابو الشيخ؟ والله مسافر. يعني الناس قامت تستغل هذا الموضوع. زين، اكو مواد هوايه تدخل بمجال طب الاعشاب، مواد يمكن 4000 وكسر. 4000 وكسر. اليوم هاي المواد كلها موجوده بالعراق، اهل الاعشاب كلهم عندهم؟ لا مو كلها، مو كلها. هسه تروح تدور على الباتنك ما موجود هذا الاشياء النسائيه نستعنه. زين، ولا حتى بالاستيراد ممكن ان تكون موجودة. المشكله ما حد يعرفه. اها، اكو كتاب للدميري موجود مثل هاي العشب وين يزرع وشنو اسمه بالعراق، شنو اسمه فلان مكان، شنو اسمه فلان مكان. زين، بس يجهلوه فهرس ما يجهلوه. هواي يعني هسه هواي حالات. سكر ذاك اليوم، سكر معدته مو نظيفه، قيعته السكر ما بيه. والمعدة لها في الدور كلش قوي، تأثر على الجسم كله، على الحالة الصحية كلها، حتى سوى صداع. زين، وهواي أطباء يستعينون بالطب البديل. يعني أنا عندي أطباء يستعينون بي، ما يصير له شهر أقول له روح الشيخ صاحب جيب لي إياه. يعني هو الطبيب ممكن يحيل حاله. أنا شغلة العشاب. أنا شغلة يمي مثلا، يمي وأقول له لا أروح فلان دكتور. فاليوم برنامج عندي بالقناة المدى
واحد ياخذ حبوب مال قلب ومستمر عليه 3 سنين، لما جاي امي فحصه طلع سبب معدته ما بي قلب، لا قلب ولا اكو شيء، سبب معدته، عمليه الهضم ما تصير صحيح، يصير انتفاخ يضرب على الحجاب الحاجز يضرب على القلب. زين هذا الدكتور انت اللي رحتك انت بالضبط وانا بدي اسالك والتشخيص مال انت شلون؟ ماكو حتى الطب ترى اقول لك حتى لو ما يرضون، الطب عندنا بالعراق همات اكو كم دكتور نحطهم على راسنا والباقي لا تجاره صارت. مجرد تجاره. بتتفق ويا الصيدليه ويا الاشعه ويا السونار يعني هذا مو طب هذا. زين وطب الاعشاب؟ والله طب الاعشاب اكو ناس تفتهم كلش يعني واصله لمرحله كلش عاليه. ايش قد نسبه اليوم؟ قلت لك احنا بكل اسواق يمكن يجوز تلقى بالقليل فد محلين مكتوب عليها طبابه اعشاب او طب اعشاب فلان الفلاني. زين بتقول لي عندك شهاده؟ هو انا هذا السؤال، شلون انت راح تميز هاي الاعداد الموجوده هواي وانت قريتها يمكن يعني ينعدون بالاصابع الناس اللي هم خبره بهذا الموضوع يفهمون بهذا الموضوع. عينك ميزانك انت تعرف هذا الشيء صحيح او كذب. انت من تروح له يشرح لك الحاله سامي يجيني مريض غير يشرح له الحاله مالته. زين اذا ما يشرح لي اياك طبيب اشرح لي اياك روحاني، اقول له فلان شيء فلان شيء عندك فلان شيء عندك فلان شيء يصير فلان شيء، تقعد الصبح حتى تقيا يصير عندك نحول يصير نغزه بصدرك. اسئله هذا المفروض من واحد يجي على فالشخص يساله الاسئله يقول هذا يفتم او ما يفتم. ما دام سال هاي الاسئله راح يشخص الحاله اللي انا شخص حالتك بالضبط ممكن يعطيني علاج على اثرها. الثاني عندي هواية مجموعة، الثاني انسحبت الفترة هاي انسحبت لأن شفت ناس هواية دخلت بهذا المجال فانسحبت بصراحة. زين. ما شوفني استعلام ما أطلع كل شيء ما أطلع برنامج ما سومر وقفته كله وقفته. لأن صاروا هواية ما تعرف الصدق من الكذب. زين. أنت ليش تخبط وياهم؟ هذا يعني القرار اللي اتخذته أنت مو تحسه غلط، أنت اليوم من تشوف كثرة المعشبين اللي هم مو أهلاً للموضوع، ما عندهم ذيك الخبرة الكافية بهذا الموضوع. مو غلط انت تنسحب مثلا هيك راح العالم ممكن تتورط ويا ناس هم يعني ما يعرفون للموضوع ما يعرفون شلون يشخص الحاله شلون يطلع علاج. ادري بقطع ساعتك ما صارت مشاكل الاطباء يعني حتى حاولوا يخلصون مني حتى شكي عجوا وانا احكي شلون يعني. زين بعد لقاء مال 2016 على هنا بغداد اللي طلع هذا مسوي له سحر ذكره؟ نعم ضرب الميز ما ضربت الميز؟ زين ايش قلت باللقاء للدكتور؟ نشوف هاللقاء وانت تفتهم على اثرها انه راد سبب مثلا خطا. لا دزولي مجموعه للبيت يعني دزولي للبيت بصوره واضحه واضحه وقدام الناس وانا احكي على اخو على وجه خايف. زين شنو السبب اليوم انت كطبيب اعشاب انت تساعد انت مو تاذي انت اليوم طبيب مشهور تقدر تعطي اسمه والله حتى شهاده ما عنده اصلا مو اختصاص اصلا مو اختصاص احنا نخليه بدون بالحارسيه اكو بالحارسيه نعم دكاتره هم اختصاص على اساس فلان شفتاش اصلا هم مو اختصاص يعني اللي افتهمه منك هسه لو نرجع على طب الاعشاب اللي هو يعني اهلنا من زمان اهل اجدادنا ممكن كانوا يستخدمونها طب لان ماكو كان طب بديل. اي كان لو نرجع على طب الاعشاب يمكن احسن ورد ماوي بابنا كزبره كجرات هاي موجوده وهاي كانت متوفره انه ممكن نذن اللي يموتن هذا المرض المعين اللي موجود بجسم الانسان. هو الانسان ليش يتمرض؟ انت اضبط معدتك واضبط كليتك كل شيء ما موجود بعد. هسه هذا العنب الاسود انت تعرف فوائده هذا العنب الاسود اكبر قاتل للسرطان لان بيه فيتامين 17 بالنواه مالته. نعم زين يعني ما بيه شيء هذا العنب مكوم ما حد يتقرب عليه ليش؟ ونفس الخص الاسود بالاخص الاسود بالضبط. زين شنو فوائده ممكن يعني هذا شنو على شنو ممكن منشط يغضي؟ دوره دمويه احنا يعني مثل ما تعرفوا لو اقاطع لان احنا اللي نفتهمه مجرد انه يساعد على او يقضي على فقر الدم وغيرها بس هذا المعده البكتيريا بالمعده سمعتك بيها بكتيريا انت مرات ما يوقف عندك الاكل هنا بالضبط ليش؟ هسه حبيبي بيك روحانه اني بديت وياك ما يصير الاكل عندك لهنا تصير احيانا ليش؟ بسبب هالمعدة معدتك مو نظيفة العنب هو اللي يقضي على يصير عنده غواش بالعين مرات يصير ثقل عندك تصير تقعد مكسر متى هذا سبب المعدة لأن المي مو نظيف ثانياً الجو جونا متقلب احنا ما شاء الله مو متقلب مو نظيف أخي الجو مو نظيف قليل تضربونه يا مو نظيف الجو مو نظيف على الأتربة والمواد الموجودة والمواد المولدات والسيارات هاي الحرة اللي تصير القوية هاي لا قدرة بها رب العالمين احنا لا حاره لا احنا كيف لازم هذا شكو بكتيريا كلها حتحرقه ربك من دا يسوي حاره وبارده وشغلات يعني دا تروح هاي الامراض كلها
انه علاج مثل ما نقول هذا علاج، علاج رباني. حلو، زين اليوم من خلال شاشة الديار الفضائية شنو اللي تحب تقدمها كرسالة او كلمة أخيرة للناس بصورة عامة ولجميع اللي يستخدمون طب الأعشاب؟ يعني من واحد يروح الواحد دي يقول له أنا بيه فلان شيء، دي ينطي دواء، ما دي يطيب دي يرجع له، ما دي يطيب دي يرجع له، ما دي يطيب دي، يعني هو متقصد دي يرجع له. ليش يجي يمي دواء واحد وانتهى؟ زين؟ إنه لازم ما يكررها، روحة واحدة إذا روحة شافها فادة فادة، ما فادة يتركها. ممكن يتركها يروح على غيره. مثل لسه يشوف واحد ملازق بطبيب. يروح على غير طبيب، لا، لازق به. على غيره ممكن يلقى العلم ممكن 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 والله اني على الجو احكيها يجوني من الطبيب لي يمي زين لان ما لقوا حل اكثر شغله اللي ما يصير عندها طفل مجرد اعطيها كم ماده يصير عندها طفل انا مو ولي من اولياء الله صار انما على نيتي هو الطب هو هذا اللي عني عني اشتغل عني زين هواية هسه سلمى باك كلهم مصر عندهم اطفال يجون يمي محافظات يجون يمي انه يمك بعد انتهى يمي انتهت حسب الامر انتهى يمي زين هواية دول برا دزولي ورادوني ومرحد بس انا اقول لك ادزلهم علاج بس العلاج يوصلهم شوي صعبه لان دي اتش ار ما ياخذه فانتظر شوكت مثلا واحد يروح للسويد او شوكت واحد يروح للدنمارك دز بيده ها تجيني من المطار توسع تسوي يعني لان علاج بالضبط اي كل التوفيق لك الله يخليك ان شاء الله يعني نقضي على هاي الحالات المشبوهه اللي موجوده اللي ذكرت مثلا اكو اطباء اعشابهم مو اهل الموضوع او ما يعرفون بالاعشاب نهائيا ما عندهم معلومات اصلا بسيطه من خلالك انت ومن خلال الاسماء المعروفه بهذا المجال نبعد هاي الشخصيات لان عالم تنظر من سبب الدنيا هو اللي يطلع منين يطلع من النت طلع يعني ذاك اليوم كاتبين وصفه هي الوصفه صحيحه مو غلط تجيب حب الرشاد تحطه بالتمر سبع تمرات الصبح زين غير تكتب حب الرشاد مطحون لان المعده تتقبله ما تتقبله تعظمه لا رأسه الناس تعطيها شو معرفها يعني وعده منهم زوجتي اي هذا هيك يسوي يابا هاي غلط انه ماخذ الصنعه خلص اي اخذتها من النت انتهى مثلا هسه يسوون كريمات للبنات كريمات الوجه يصير شويه نمش من الشمس اي 5 سي سي لان اللوز الحلو 5 سي سي لان اللوز المر تمزجها بالليل تخليها لا تتعرض للضوء بوجهها تقعد الصبح تغسل تطلع وجهها يخبط ماكو شغلات كلش حلوه ولطيفه يعني بس ما حد يستعملها ماكو اهميه لها ما حد مهتم لها الا يقول لك كريم هذا جاي من الامارات وسعره فد 300 الف تروح تشتري يصير هو هذا الموضوع اي ادويه صحيح اكو شيء والله العظيم اشكال ادويه طلعت زين اشكال ادويه طلع وكاتب اني بس صفحه مالتي طب على شيخ صاحب ربعي يابا تعالوا اول وصفه ببلاش جربوها دا يعني دا اقول لكم اني هاي ان شاء الله مضبوطه جربوها اللي فادتكم خير على خير تعالوا اشتروا ما فادتكم اترك لا ترج لي طيب كلمه اخيره لكل هاي الناس اللي يجيني يوقف لي غد نعم. يجيني يرجع لي والله بركي تعطيني وحده للاجر قلت له خب قول اريد البتي قال لي والله اريد البتي قلت ليش ما تشتري قال ما عندي قلت له ما عندي رقم لك ساره 2016 والله العظيم هذا اللي يصير بي يعني بالضبط ما تشوف أنا سحبت زين كلمة من خلال هاي المواضيع اللي كلها مارة بي كلمة أخيرة توصلها لكل من يشوفك اليوم إنسان يشرب مي كل شوية بعد الصبح يشرب مي ينظف كليته دير باله على معدته زين حاول يتريق فواكه مو بس أنا أقولها وقالها دكتور موسى الله يرحمه خبير وزارة الصحة بالكن نعم. ب 1996 قال لي إياها قال الصبح لو الانسان يتريق فواكه كل شيء ما يصير به. ففد يوم تريق فواكه وجربته. يكون رقي مثلا الصبح قبل الريوق. يغنيني عن الريوق هذا ينظف المعده. نعم. اهم شيء الانسان هو معدته. اهم شيء هي هاي وكلياته. ودي اشوف هاي مستشفى الحياه غسل الكلى. نعم. زين وقدر الامكان ابعدوا عن اللحوم. كل التوفيق لك أهلاً وسهلاً ونشكر حضرتك لأن لبيت الدعوة لهذا اليوم وجيت وشرفتنا باستديو صباحي شكرا لحضرتك أهلاً وسهلاً إذن مشاهدين الكرام مستمرون وياكم بمشوارنا الصباحي لهذا اليوم لكن بعد الفاصل أبقوا معي.